عايز اقول لكم على حاجه. احنا بكره باذن ربنا عيد ايه؟ انا عيد في العذراء، صعود جسدها، اعلان او اظهار صعود جسد العذراء. القصه كانت ايه؟ انه من العذراء بعد ناحيتها، ناحيه كان كام سنه تقريبا؟ حد يعرف كم سنه كان عندها؟ كم سنه لما تنيحت؟ 59 60، في الحدود، في حدود 60 سنة فعلا. يعني كان بعد صعود المسيح تقريبا بحوالي 12 سنة. تنيحت أمنا العذراء لأنها إنسانة عادية زينا، وبعدين دفن جسدها متقفل عليه في القبور زي العادي، وبعدين ربنا حب يكرم هذا الجسد فأصعده للسماء. اللي شاف الرؤية دي كان مين؟ الوحيد اللي ما كانش موجود مع الرسل ساعة نياحة العذراء كان توما الرسول. فلمح وشاف الرؤية، والملائكة بتقول تعالى الحق تبارك من جسد العذراء قبل ما تصعد للسماء، وتبارك من جسدها، وقع منها الزنار اللي كان مربوط بيه، وده اللي احتفظ بيه وشاف الرؤية دي. وبعد ما رجع للتلاميذ حب يقول لهم ان ده اللي هو شافه، فعملها فيهم بحيلة كده، قال لهم فين أمنا العذراء؟ قالوا اتنحت. قال لهم ما صدقش، انتوا عارفيني زي ما عملت مع المسيح اعمل مع العذراء. قالوا جسدها موجود والقبر اهو. قال لهم امسحوا اشوف القبر. قالوا ما يصحش. قال لهم افتحوا اشوف. كان عايز يوريهم ويقول لهم ان الجسد مش موجود. فاللي حصل ان هم لما فتحوا لقوا الجسد مش موجود فعلا، فحكى لهم بالرؤيه اللي هو شافها. فقالوا يا رب عايزين نتاكد من صدق الرؤيه دي فعلا، وصاموا 15 يوم لغايه ما ربنا اعلن لهم فعلا صعد جسد أمنا العذراء. عشان كده احنا بنصوم الفتره بتاعت ال 15 يوم دول بصيام اكراما لأمنا العذراء، وزي ما الرسل ابانا الرسل صاموا ال 15 يوم دول اللي احنا بنصومهم.